المهدية، مدينة عريقة جذورها ممتدة على امتداد التاريخ. ولأن عرفت فترات تاريخية متعاقبة، فإن الغموض الذي يكتنف تاريخها قبل العهد الفاطمي والآثار التي وجدت في البحر والحفريات الأثرية برا وبحرا تدل على التواجد الفينيقي والبوني والروماني. في تونس لا نجد آثار الفاطميين إلا في المهدية التي تعرف بالجامع الفاطمي الذي شيد على يد المعز. اتجهنا إليه عبيرين السقيفة الكحلة، وبين زقتها الملتوية والأنهج الضيقة أردنا معرفة لما هو على عكس كل المدن الإسلامية لا يوجد في وسط المدينة، بل هو مطل على البحر. وكيف ينادى هاهنا المصلي إلى الصلاة؟ توجهنا بهذه الأسئلة إلى المصلين، علما وأن على مقربة منه هناك أكثر من 3 مساجد ذوي مئذنة. مش صوم عليا زمان فما البوق موجود، وانا كنت تقصد وراك تلقى صوم اخرى، وجب صوم اخرى يعني فما صوم المخبر الصوت ملحمة الصوت غنية على التاريخ، غير من غير السمع الإجابة كانت بديهية. ففي عصرنا هذا تسمع الأصوات ولو كنا في منزلنا. حيا على الفلاح. ينتظم الجامع في مستطيل عميق ويدعمه من الجانبين برشان. يؤدي رواق الجنوبي الشرقي إلى غرفة الصلاة التي تتكون من 9 بلاطات و3 أساكيب يتقاطع فيها البلاط الأوسط مع بلاط جدار القبلة. ويحتوي جدار القبلة على محراب شكله وزخارفه الحالية هي نسخة من محراب القرن الخامس للهجرة، وكان لهذا الجامع الأثر الكبير على هندسة بعض المساجد الفاطمية في مصر، وعلى الأخص جامع الحكم وجامع الأقمار في القاهرة. وكيف لا يكون؟ فالجامع الفاطمي شهد عدة تطورات، حيث أضاف العثمانيون المئذنة، ثم حوله الإسبان إلى كنيسة، ومن ثم إلى مقبرة. ثم لما جاءوا خارجين من المهدية ضربوا من البحر، هدموا الجامع، تهدم الجامع كليا، حتى صمع هذه ضربت. بعد في الفترة الفرنسية تحول إلى اسطبل هذا الجامع، صار اسطبل متاع الدواب متاع الفرنسيس، وقعد مهدم هكاك ما يصلوش فيه مدة سنوات طويلة. ثم لما خرج الاستعمار الفرنسي تبنى هذا الجامع، هذا كله بناء جديد في الستينات في أحد دولة الاستقلال. تشوف فيه كل عمره 50 سنة. اللي بقى الأثر الوحيد بقى لهذا السور البراني، هذاك بقى عمره 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة. أما الجامع هذا كله جديد لأنه تهدم على آخره، فبقاو كل العرس جاءوا الناس كيفاش يعاودوا يبنوا في الستينات، هدوه نحو العرس ونحو المنبر ونحو المحراب ونحو كل شيء، مش عاودوا بنوه من دول جديد، اما على الاساسات القديمه. حفروا ويلقوا الاساسات القديمه نتاع العهد الفاطمي. واضح. هاو الجامع القديم، شفتوا كيفاش؟ هاو الجامع القديم. مكسر مهدم.
السقف ما ثماش هذا قبل ما يقع ترميم في الستينات. فهما اش عملوا؟ كسروا الكل، تهدد كل الجامع. وعلى باش يبنيو، باش يعاودوا يبنيو على الاثار وبنيو جديد. بنيو جديد كله قديم. هاو الجامع بالسمعه نتاعها مع في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية في الفترة العثمانية واضح. هذا وقت يبنيو فيه، هذا وقت يجدوا في الصحن نتاعه. كيف تصاروا كل هذو نتاع وقت يجدوا في الصحن. هاو بالسمعة تاع تصوير أخر. شفت كان الصور وين؟ هاو باب، هذا باب الرئيسي، هذا كان كله صور، وهي السمعة اللي هنا موجودة. هاو الجامع من الداخل على البحر مباشرة. بعد تجديد الجامع الفاطمي سنة 62 و900 قبل الترميم، لا ننكر الاهتمام الخاص بنظافة وصيانة هذا المعلم التاريخي من الداخل. شفت الفتحة هذه وبالشباك كانت محراب القديم، لطالما هذا الفاطمي والجامع كله قديم، كان سقف قبل ما يتهدم. هذا مازال لبس عليه. لم تؤثر في فكري المهندس الذي يرعاه حاليا. فخصائص الفضاء المضاف وهو فضاء الوضوء لا تتقابل وخصائص المسجد المعمارية، دون أن ننسى الإهمال التام الذي يعوم خارج أسوار هذا المعبد.